السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج الشباب والانترنت جينيراسيون نيوز. اليوم وجدنا لكم الجديد موضوع النقاش الذي يخص الشباب والطلبة المغاربة اللي تألقوا على المستوى العالمي في مجال وفي علوم الرياضيات. معنا كذلك غادي نستضيفوا فنان فكاهي وممثل موهوب هو ميز حمزة طاري بالإضافة إلى جديد الويب. إذن خليكم معنا ومرحبا بنا عندكم. مرحبا بكم من جديد. إذن غادي نتعرفوا أولا على الضيوف اللي حاضرين معنا في بلاتو جينيراسيون نيوز. غادي نبدا من على يميني مع أحمد أمين. مرحبا بك، عرفنا بنفسك إلا ممكن. اسم أحمد أمين أنزالي، أنا يلاه خديت شهادة البكالوريا ديالي، يلاه مثلت المغرب في الأولمبياد العالمية للرياضيات، حصلت على ميزة شرفية، ومثلت أيضا المغرب أولمبياد الإفريقية للرياضيات، حصلت على ميدالية برونزية. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، ومرحبا بك في البلاطو ديال جينيراسيون نيوز. غادي نتعرفوا كذلك على امين. شكون هو امين؟ محمد امين بنونه، ايتوديون دوزيام اني في ليكول بوليتكنيك في باريس، ودس من التجربه ديال احمد امين في 2014، ودابا انا رئيس جمعيه رياضيات المغرب ماتي ماوك. مرحبا بك. غادي نهضروا اكثر باكثر تفاصيل على هذا الموضوع ولا وعلى هذا لاكتواليتي اللي مهمه واللي كتشرف جميع المغاربه بطبيعه الحال. من بعد ما نتعرفوا ونستضيفوا الفنان الكوميدي الفكاهي والمتالق ميز حمزه طاري. مرحبا بك. الله يبارك فيك اسامه، وهذا شرف ليا كيف ديما نحضر البرامج ديالك الهائله، وكنشكر ديما ميدي ان تي في على الاستضافه ديالها. مرحبا بك اخويا. سينو حمزه الطاهري المعروف بميز، وصلت الباك في 2004، شديت الباك في 2012. كبرتي دابا، شرفتي دابا، تبارك الله. لا بصح عندك ليكسبيريونس وعندك الاقدميه نتايا. انا الناس اللي كيعرفوا وكيتبعوا سوق الفكاهه ولا سين الى اخره، كنظن انت اول موهبه فكاهيه شابه كونات ونجات un spectacle one man show. Est-ce que je suis le premier marche ou لكن فوقاش درتي اول سبيكتاكل ديالك؟ 2007 كان باقي مازال ما كانت لا نوفيل سين جون في المغرب. 2007 قررت باش نكتب اول عرض ديالي، ودايغ شاك فوا كنكون معاك وتنحضر لي زيميسيون ديالك باسكو عرفتك انا في هاد لا بيريود هادي. Et tu te rappelles de tout, de toute façon c'est une belle expérience. 2007, quand c'est Ahsen Jereba, il faut que je sois devant un public, il faut que je sois à 649 personnes. والحمدلله بدات لافونتور ديك النهار قبل فيسبوك. قبل فيسبوك اكزاكتومون. قبل فيسبوك. شحال كانت عندكم من عام في 2007؟ سبع سنين. شي سا نو في با رجونير. لا ولكن انت عندك مع شي حاجات اللي هما ما عندهمش معاهم، وهما عندهم مع شي حاجات اللي انت ولا انا ما عندناش. دابا كتقول دابا بالعليه كتقول انا ما عنديش مع الماتش. لا غادي نكتشفوا واش كنتي قراي ولا لا. غادي نكتشفوا. شنو قلتي امين؟ احنا ما عندناش مع لي كوميدي. لا لا كلشي عندهم تبارك الله. المغاربه كاملين كلشي كوميديا في المغرب، كلشي باسكو لو ماروك اون سين اسي لوفير. انت كتقول ان لي سبيكتاتور اللي كيجيو يتفرجوا في العروض الفكاهيه كيجيو عندهم الضحك صعيب، كيجيو باش يكتشفوك واش انت كتضحك اكثر منهم. اكثر منهم، هذا هو المغربي. كما جي دي توت الير اي جو لو دي سوفا، الحمد لله المغرب عندنا الضحك في الدم، العائله بين الاصدقاء اكسيتيرا. مانا tu peux faire de l'humour un métier. C'est ce que j'ai fait. طلعت فوق الخشبه وليت كندير الافلام الحمد لله. مانا سي بونوس. الا جيت تشوف الحلم ديالي تحقق، كان الحلم ديالي هو شي نهار نكتب سبيكتاكل ديالي ونلعبو. ما كنتش متوقع بان من مور مسرح محمد السادس، وكنشكر الاستاذ العبقري اللي هو المدير ديال مسرح محمد السادس الدار البيضاء، اللي كان هو عطاني الفرصه باش نبان لاول مره في فوق الخشبه. ومن بعد جي في لي ميغاراما، j'ai joué en France, donc tout ça est bonus. Allahumma lak alhamd. Donc le rêve est réalisé. Maintenant, quand Barin n'aimchi chouille le cinéma, t'as joué au cinéma ou les scénarios, l'écriture des scénarios pour des films, pourquoi pas.
مازال غادي نهضروا على هادشي كامل باكثر تفاصيل. ميز خليك معنا. قبل من هادشي غادي نقترح عليكم نبداو بخبيرات الويب والانترنت وجديد الويب والانترنت. كيهم واحد الاغنيه عالميه قبل ما نهضروا عليها وعلى لو بوز اللي دارت. غادي نشوفوا بعدا واش غادي تعرفوا اينا اغنيه دو كوا ايل ساجي. نسمعوا مقطع منها. سي ان كومون ابل سا بلايند تيست. بلايند تيست. نسمعوا مقطع. لا ما عرفتوش. ديسباسيتو عرفها. لا لا با اونكور. سهلة صاحبي ما عرفتيهاش. جو طلعت لنا في الراس. هادشي علاش غادي نهضروا عليها. كنهضروا على الاغنية اللي الاسم ديالها ديسباسيتو. شكون عارف المعنى ديال ديسباسيتو بالعربية ولا بالفرنسي؟ الترجمة ديالها. ديسباسيتو. هي تو دوسمون. هي بشويه. هي بشويه اللي بغى يربح العام طول. العام طول فوالا سا فو دير سا. الوغ هاد الاغنيه شكون غناها هو لويس فونسي وكذلك دادي يونكي هما من البورتو ريكو. بفضل هاد الاغنيه ولو بوز ديال هاد الاغنيه ساهموا في تطوير السياحه في بلادهم في بورتو ريكو وكان الرواج اكثر بفضل هذه الاغنيه. هذه الفيديو الاغنيه الاصليه شحال شافت من مره غير على يوتيوب. كنهضروا على الفيديو الاصليه شافت اكثر من 2.97 مليون مره. ملي كتهبط لي كومونتير ولي لايك كتلقى فيها اكثر من 17 مليون ديال لي لايك. 17 مليون ديال لي جيم. هذا الشيء غير الفيديو الاصليه. اما على جميع المواقع شافت اكثر من 7 مليار مره. معدل اكثر من 26 مليون مشاهده في النهار في 24 ساعه فقط. كاين بزاف ديال لي دي جي تسبات ليهم في اكتئاب لان كاع الناس كيطلبوا منهم دوز لينا ديسباسيتو دوز لينا ديسباسيتو الى اخره. كاينين بزاف ديال الناس كتبوا على هاد الاغنيه على هاد الموضوع. كاين الرئيس الفنزويلي اللي استعملها في واحد الاغنيه لتمويل او لاشهار واحد الانتخابات بلا ما ياخذ لاكور ديال لي زوتور ديال الاغنيه. تولي اسمح لي وسام باش باسكو تولي النشيد الوطني ديال بورتوريكو. لا هو ساهمش في السياحه ديال بصح لان الا شفنا لو كليب كتبغي تمشي لبورتوريكو من بعد. هي كذلك الاغنيه سبب اكتئاب بزاف ديال الناس اللي عياو ما يسمعوها. وانت نتوما واقيلا عيتو ما تسمعوها كتسمعها فين ما مشيتو. وكنوعدكم هذه اول واخر مره نهضروا على الاغنيه. وبما ان تشافت بزاف ديال المرات كاينه بطبيعه الحال واحد لابارودي واحد نسخه مغربيه. نشاهدوا مقتطف منها. هذا النسخه المغربيه ولا بارودي مغربيه من طرف كوليكتيف بيك شيفت بمساهمه دكتور بلاك. دونك تبارك الله عليهم وسدينا هذا الدوسي. اسمح لي سي اسامه. واحد من المغنيين ديال الجروب ديال لا بارودي كنعرفو كنوجه ليه التحيه ديالي باسكو كنعرفو مني كنت صغير. كنعرف لي بارون ديالهم كيديروا عمل جيد تبارك الله عليهم. تبارك الله عليهم. دونك كيفاش كتشوف نتايا لا سين الفكاهيه اليوم في المغرب اميز؟ والحمد لله شيء كيشرف بزاف لان ولات عندنا اون فري سين هيومورستيك وماروك. ولاو عندنا بزاف ديال لي زوموريست بفضل لو فيستيفال لو مراكش دو رير باغ اكزومبل. اللي ولا اون اوزين ديال لي زوموريست. كاين اوسي مهرجان اخر اللي هو كيتسمى اميرو اللي متنظم نبيل جباري واللي غادي يبدا ان شاء الله في هذا لو موا ديال جويي. اذا الناس اليوم فبداو كيزعموا على لاسين شحال هادي كنا كنبغيو نعاودوا النكات غير بيناتنا ولا شي حاجه. مي اوجوردي ان توكا ولات الاحترافيه ولا العمل. وكنوجه تحيه كبيره بزاف اللي كاين واحد جوج ديال الاشخاص دابا في المغرب سورتو في الدار البيضاء اللي كيديروا عمل جيد اللي هما طاليس وعبد اللطيف بوزوبع.
داروا هيموراجي اللي حضرت ليه سبيكتاكل رائع اي بي من ناحيه الانتاج aujourd'hui on a plus on a plus dit que القضيه الفلسفه ديال لي تورنور مي ولات عندنا الفلسفه ديال المونتاج ديال البصاح اللي هو كياخذ لي شارج ديال لا برودكسيون ايتترا دونك هادشي كيشرف بزاف مواضيع مختلفه كيتكلموا عليها لي جوموريست ولكن كاين اللي كيخرج شويه من اللي معودين عليه بحال باسو بحال اي مشاد راشد رافيق باسو كاين ماشي يسار يسار جيم بيان يسار يسار وي وي يسار اكزاكتومون جادور سكيل في يسار شكون الفنان الفوكاني المفضل عندك احمد امين ما كانت مغربيش ضروري شي واحد اللي شويه كي عزيز عليك اكثر من الاخرين ولا امين مغربي مي عايش فرنسا قال المالح دلو داكور مغربي ديال المغرب ما كاينش مغربي لا كاين حسن الفد بيان سور سعيد نصيري سعيد نصيري حنا ممكن تقولوا ميز زعما ماشي حيت حاضر معنا زعما لا لا با دي تو سا تروف كي مي كونيس با سي با دو فوت تو ديبون دو شنو علاش بغيتي دير هذا لو ميتي كاين اللي باغي يدير هذا لو ميتي لانه نقص في الصغر ديالو من لا ريكونيسونس وكيتصاب كيعاود نكات وداكشي باغي يدير هذا لو ميتي بوغ افوار لا ريكونيسونس دو بوبليك الاعتراف ديال الجمهور كاين اللي باغي يدير هذه المهنه هذه بور الفلوس وكاين الناس اللي كيديروا هذه المهنه باغ باسيون انت لا باسيون مو سي لا باسيون وفخاش ترجع سيغ سين دابا هاد العام ما نقولكش وقتاش هاد العام راه صعيبه يعني لا هاد العام يمكنليش ما يمكنليش 2017 غادي يكون لو روداج ديال لو سبيكتاكل ان شاء الله وفي 2018 غادي يخرج اون مانيير اوفيسيال لو بروميير سبيكتاكل كان سميتو لانتراكت اللي خدمت عليه انا وياك لو دوزيام سبيكتاكل كي سابلي ميز ان سين اي بي لو تروزيام سبيكتاكل كي سابيلرا بوزاج ان شاء الله باسكو باغين اوجوردي اللي ولا الجمهور ديالي مرتبط به ومرتبط بيا j'ai envie de rentrer un peu dans l'intimité du personnage Miz parce que Miz est un personnage c'est pas une personne qui existe هو عاود لينا شي نكيسه على جلستك فنفنا لا من غير هذه كاين شي نكيسه هكا واجده اللي طويله طويله بزاف قال لك هذا واحد تي اون فيم لا راكونتي جو توجور و سما سي فري لي كوليس Non, c'est une autre. Non, viens de me la raconter. C'est une cavalier. C'est une cavalier. Il y a tout le monde qui est cool. C'est 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 cool. واحد لقيته يتلاقى بواحد السيد صاحبو قال لي واش كتمضغمسكا كتعشى كتغدى شنو قال لي لا لا ودي دابا كانت عندي واحد 20 درهم ما بقيتش ما ندير بها ملي جيت في اللوطو جاب الله السيسي ربحت 500 درهم قال لي ماشي جينيال 500 درهم صاحبي جبتي ب 500 درهم قال لي بطخني عليك بالله 500 درهم عاد تمشي بها لشي مكازا سباقه من جاب ب 490 درهم تحط لك غير درهم اللهم ميزيا ملي جيت طلب الله السيسي ربح 2 مليون قال لي ويلا صار عندك اصاحبي 2 مليون اش درتي ب 2 مليون قال لي دابا قال مليون شحال ساعة كيرد من اللي من الليصة جوج مليون شد مدام الدراري غتسافر بهم ترونسبور العشاء الماكلة الغدا السحور الدار الكرا ماشي لوطي مشات لك جوج مليون واه ما ميزيا ميزيا جات الله تيسي ربحت 100 مليون قال لي واه صاحبي كومو تو في دون مو لا سويس صاحبي 100 مليون اش درتي ب 100 مليون قال لي 100 مليون داخل عليك بالله هاد سيبارتمون يجي زنزال غتسيب لك الدار نتا سيبارتمون مشات 200 مليون اللهم ميزيا ميزيا جاب الله تيسير بحت مليار قال لي دوك تي ديفوني ملياردير اصاحبي اش درتي بمليار؟ ميزيتو ميزيتو قال لي ايوا ربحتي قال لي لا 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 قال لي انا اللي كوكا وقع لي الديكور اصاحبي كان كليت جنابي قال لي شنو كان كليت دابا تبارك الله عليك واللي جميل في الامر هو ان كتسويتشي دو بيرسوناج من البيرسوناج ديال الانسان البيرسوناج الاخر ممثل حقيقي زعما تبارك الله عليك ميرسي بوكو سي تو كي لو دي مؤخرا شفناك في واحد لو فيلم مع ابتسام تيسكاس كيفاش دولينا على الدور هذا؟ فيلم الو ابتسام المغامره ديال الو ابتسام فوالا اكزاكتومون سا جو غاردي ان تري بون سوفينير دو هاد لا سين هادي من اخراج هشام الجباري وكتابه ديال السيناريو ديال بشرى ملك كو جو ريميرسي ولا برودكسيون ديال سبيكتاب كانت مغامره جيده وكيعالج الفيلم كيعالج واحد الموضوع اجتماعي اللي هو العنف ضد النساء وبغيت نجسد هذا الدور ديال الجلال اللي هو واحد الدور سكيزوفريني
qui il fait croire qu'il est amoureux de la personne alors qu'il l'est pas du tout. C'est ce qu'on appelle le pervers narcissique. Au fait, le pervers narcissique est un enfant qui n'a jamais grandi. Voilà. Donc quand mon ramarajid, là on a les j'ai bzaf ديال الجمهور وكنحييهم مباشره البرنامج ديالك وكنشكرهم على وكانت اول مره تلاقى مع ابتسام تيسكار اول مره جو في ديكوفري سجلتو مزيان اول مره جو في ديكوفريغ الفنانه ابتسام تيسكات ما عرفتهاش كفنانه عرفتها شخصيا بغيت نعرف مع من غادي نمثل ماشي خلي الفن وخلي اش كدير اكسيتيرا اي يفاليك جو كونيس لا بيرسون ومن بعد شفت الاغاني ديالها وشفت لو باركور ديالها اللي هي ان باركور محترم وانسانه طيبه بزاف وكنشكرها من خلال البرنامج ديالك سلم لينا عليها سيدي دونك من فن الكوميديا غادي ندوزو العلوم الرياضيات وغادي نفتحوا النقاش دابا على المستوى والتالق ديال الطلبه والشباب المغاربه في مجال الرياضيات حوار مفتوح من بعد هذا الزابين بشهادة أصدقائه وأساتذته فعالي تلميذ ذكي ذو قدرات خارقة في الرياضيات. أشير لي هنا أن الرياضيات الآن ولات تطبق أكثر من اللي كانت بحيث ولات داخلة في جميع المجالات. 89800 مقسومة على 6520. 3700. It is with great pride that we begin the opening ceremony of the 58th International Mathematical Olympiad. كيقولوا ان الطالب خاصو يكون او التلميذ خاصو يكون ذكي وعنده قيمه الذكاء والرياضه عباره عن مسائل معقده وفي العكس هي ماشي مسائل معقده. اعطونا كذلك الاراء ديالكم وشاركوا معنا النقاش عبر هاشتاغ جينيراسيون نيوز. اول سؤال في هذا الموضوع ديالنا لامين وكذلك لاحمد امين هو واش خاصك ضروري تكون قراي وتكون مجتهد باش تبدع في الرياضيات؟ لا ماشي ضروري خاصك يكون عندك لامور ديال لي مات باش تقدر تعطي فيها ماشي خاصك تبقى تخدم ولكن هذاك الحب الرياضيات راه هو في حد ذاته صعيب لا لا ماشي صعيب الرياضيات خصك الا جاك ان بروف مزيان هو اللي كيعطيك الحب ديال الرياضيات حيت ما يمكنش اي واحد كلشي كيكره لي مات حيت لي مات سي لا شوز لا بيولوجيك اللي كاينه ما يمكنش تكره شي حاجه اللي منطقيه انا واخا منطقي كرهت والدي ام لي مات لا ولكن ماشي بسبب شي استاذ لا معلوم كتجي من الاستاذ دابيتود هاد الكوره ديالها استاذ لو بروميي بروف دو مات que j'ai eu في واخا غادي يكون استاذ بارع في الرياضيات مي ما تفاهمتش معاه النهار الاول دونك لو بروميي جور انا والمات اون با في ان بوكو فاش يكون عندك هذا الحب ديال الرياضيات يمكن لك تخدم وانت تعجبك داكشي اللي تدير اون فوا تكون عندك هذا لامور هذا كلشي تولي ساهل صافي فاش تخدم تعجبك تخدم تبقى تخدم بزاف منك كيفاش كتقول كلشي كيولي ساهل زعما كاين تمارين ودروس في الرياضيات اللي صعيبه وصعيبه جدا صعيبه ولكن الخدمه ديالها تولي ان بليزير يعني ماشي ما تيبقاش مشكل انك تخدم تخدمش بزاف منك باش وصلت تخدم حيت تعجبك داكشي وتعجبك تمشي له بعيد واش علاش دايور لي زولمبياد شي حاجه بارتيكولير ولي تنشجعوا كلشي تلونسا فيهم فاش يكون تعجبك هاد الماده وفاش يكون تعجبك هادشي تتبغي ديما تمشي بعيد وفي المغرب ما عندناش ديما لوبورتونيتي اننا نمشيو بعيد معناها ديما هاد لوبورتونيتي باش نقلبوا كثر ونعيشوا هاد لا باسيون ديالنا وكاين هاد لي زولمبياد كي نو بيرميت دو فير سا مي كيس كيل فو بور الي لوان جوستمون دون سو دومين او ماروك il faut être passionné comme dans la comédie d'ailleurs c'est quand avec la passion ديال هاد لو دومين mais toi tu es passionné donc tu as avancé tu as pu avancer dans ce domaine donc ce que tu es en train de dire que الرياضيات في المغرب الناس المستوى ديالهم هابط شويه c'est ça que non pas du tout الناس très passionnés وكاين بزاف الناس اللي باغيين يوصلوا ولكن ما عندناش لي مويان سي كوا سي مويان جوستمون باغ اكزومبل انا ملي كنت انا في الليسي كان تعجبني بزاف المات وديما تنبغي نمشي بعد ولكن ما يمكنش حيت الاستاذ خصو يبقى مع القسم ما يمكنلوش يمشي معاك بوحدك ما يمكنلوش يبقى عندك بوحدك شنو تخدم دوكو ما يمكنلكش تمشي بعد هادو ما يمكنش لي مويان دونك تتقول مع راسك انا عشان بقى تنقلب وما نلقاش هذا صافي تتبقى في داك الشيء وتتعيش لا باسيون ديالك حتى هي ديسباري ا مومون D'accord. Ou justement, ce qui m'a sauvé, je pense, c'est la même chose pour Ahmed Amin. Vous savez, quand j'ai fait le monde des Olympiades, ou quand j'ai des forums sur Internet, ou quand j'ai fait des gens qui ont fait des choses, j'ai fait la passion de lui, j'ai pu la développer.
هنا باش نوصل دي نيفو بوكو بلوز ايلفي. كيفاش دازت هذه الاولمبياد امين؟ كاينين بحال قلتي مسابقات انتقائيه دي بري سيليكسيون في جميع الثانويات ديال المغرب وعاد من بعد كتاهلوا الاولمبياد العالميه. اكزاكتوم بعدا نقول شنو هما لي اولمبياد حيت ماشي كلشي تيعرفهم في المغرب. لي اولمبياد بحال لي جوز اولمبيك هي هما ديال الرياضيات. تيكونوا دوز ايبروف لي اولمبياد انترناسيونال لي دوز احمد امين هذا العام. تيكونوا دوز ايبروف دو جور دوز ايبروف. كل ايبروف فيها 3 بروبليم وعندك 4 اور ديمي بور لي ريزودر. و سي تو ريسي ان ريزودر ان وخا تصوب ان بروبليم ولا دو بروبليم راك واعر بزاف وراك تجيب اون ميداي. دونك هادو يعني اصعب ما كاين في المشاكل في لي بروبليم على المستوى العالمي انترناسيونال تيتكل دوليا انت كيفاش داز الامتحان الا ممكن نسميوه امتحان بالنسبه لك؟ كان فيه ستريس بزاف حيت كتكون مع 600 واحد من العالم كامل في لا ميم سال وكتشوف واحد خدامك جابوني وهذا شينوي وهذا هنا وكلهم كيخدموا وكيجيك هذاك الشيء صحيح قدامك كدير لك شويه لا بريسيون عليك ولكن كاين حتى لا بريسيون ديال لو فان كتقدم بلادك كامل وخصك تجي مع ان تروك مزيان. وكيفاش كتريني كيفاش كتوجد؟ تو في دي زيكزارسيس سي سولمون كتبقى تقلب على دي زيكزارسيس في انترنيت كتقلب على دي سورس يلفو سولمون ترافاي المنتديات في انترنيت تكون عندك سولمون لا باسيون بور ترافاي اي واحد كيخدم كيخدم دي بروبليم سا باغي دور مي سي اكزاكتومون سا خصك تونتريني كل ما ترينيتي كل ما العضلات الفكريه ديالك كتنمى دونك هذا هو الفريق الوطني الفريق المغربي ميز كنظن اننا خصنا نصفقوا عليهم بيان سور بيان سور برافو برافو دونك الجوائز جبتوا برونزيه على المستوى العالمي في اولمبياد العالميه للرياضيات وكذلك 4 ديال لي مونسيون اونورابل جوائز تشريفيه وكذلك ميداليات على مستوى الاولمبياد الافريقيه. Alors ce qu'il faut souligner ou la compétition ماشي انديفيديوال سي كومبيتيشن كوليكتيف وكوليكتيفمون في لي اولمبياد افريكان جبنا لا بروميير المغرب جاب لا بروميير بلاس جاوا الاول وجبنا ميداليه ذهبيه وثلاثه ديال لي زارجون جو بونس وجوج لي برونز في الاولمبياد الدوليه جبنا جينا 67 مونديال على 110 ديال لي زيكيب اللي هي بيان ميور كو سكي افون ساشون كون ا بوتونسييل دو فير بوكو بلوس كو سا. علاش افون اون ايتي با اوسي بيان حيت اون ا با دو فورماسيون في المغرب قويه في لي زوتر بي راه جو بونس هضرتي مع لي زوتر بارتيسيپون لي زوتر بي وكيشرح لك شنو كاين عندهم دي فورماسيون من الصغر وما تيقريوهم في لي اولمبياد وتيشجعوهم يوصلوهم للكوليج وما تيقول لك غا فين تخدم حنا ما عندناش هادشي هادشي دايوغ اللي اسنا ماتي ماروك حيت حنا ودي زونسيان اللي دزنا ما التجربه هذه انا دزت 2014 في لي اولمبياد انترناسيونال حسينا كاين هاد لو موك ديال التدريب واش اش اون ا فوندي لاسوسياسيون خدمنا باش نوجدوا لي جينيراسيون فيوتور des conditions حسن بزاف واش هاد العام تحسنوا لي اون ا غاني 12 بلاص مونديالمون على تو سكون ا في كوم ترافاي. شنو استفدتي من هاد التجربه وشنو هي الافاق والطموحات ديالك احمد امين؟ لا بروميير شوز اللي كتستافد هي انك كتلقى بان بزاف ديال الناس بحالك كيبقاو كيحماقوا على لي مات ماشي بوحدك كتلقى بان دوطغ بيرسون عندهم لا ميم باسيون كتلقى مع دي جون من لو موند انتي اللي احسن منك بزاف كيعطيوك بلوس انفي دو ترافاي بلوس انفي دو ميور دو فير ميور كو تعطي لو بوتونسييل ديالك اون ماتيماتيك. ودابا انا الافاق ديالي مولا لي اولمبياد هي ندير لا ريشيرش سيانتيفيك. داكو وشنو هي المهن اللي كتخول لك الرياضيات تخدمها؟ حيت كنقولوا ان غاسين كاري 25 فاش هادي تفيدنا ولا اننا نقراو الجبر فاش هادي يفيدنا شنو هما المهن؟ عطيونا امثله ملموسه ديال المهن فاش ممكن نخدموا الا كنا واعرين في الماط. اولا يفو سافوار كو غاسين 25 سا سيغا كيلكو شوز واخيرا انا الجواب لهادي سا سيغا كيلكو شوز. علاش؟ حيت تو سكون اوجوردي تيخدم بالمات لي تيليفون تابليت لي زيكرون كلشي كاين موراه دي مات بور كونستخويغ سا اي حاجه تنبغيو نكونستخويزيو هي دي مات ديغيغ اي ميتي راه تيستعمل المات. راه اي واحد تيقرا في ليزيكول دانجينيور عارف ان المات سي كغوند بارتي ديال القرايه ديالو لا غوشيغش خلاص بيان سور لانجينيوري لا ميديسين بارتو المات سا ستركتور تو سكون في يعني الا درتي دي مات راه تو بو فيغ بزاف د الافاق. فاش تبغي تخدم مثلا نتايا مستقبلا؟ انا دابا في ايكول دانجينيور دونك سو سرا اسونسيلمون د لانجينيور ان شاء الله. اي بولي تكنيسيان سي بيان اسمح لي اخويا اتونسيون اي لي بولي ما عرفتش كتعرفوا واحد البودكاستور اللي كيهضر على مواضيع علميه وحقائق اللي مهمه ومفيده هو عثمان الصفصافي عنده الكلمه ديالو الراي ديالو في الموضوع نسمعوا ليه.
نشوفوا المستوى ديال التلاميذ المغاربه، فمثلا كان واحد التقرير سميتو التيمز في 2015 كيقول بانه التلاميذ المغاربه في الاعدادي وفي الابتدائي عندهم مستوى هابط بزاف في الرياضيات مقارنه مع الدول الاخرى. وهادشي كيطرح مشكل، حيت انه واحد القاعده اللي خاص تكون عند اي واحد ما كايناش، ويعني ايضا انه ما كنعطيوش قيمه لهاد الماده هذه ديال الرياضيات، ولا ما كنعطيوهاش قيمه كافيه، اذا ما غاديش يكونوا عندنا الناس اللي غادي يتخصصوا في الرياضيات. وهذا الشيء اللي كنشوفوا من بعد، انت بصح كاينين بزاف ديال لي انجينيور، بصح بزاف ديال الناس كيديروا الهندسه، ولكن ما كيديروهاش حبا في الرياضيات. ما كاينش، ما عندناش علماء ديال الرياضيات المغاربه، وحتى الا شي واحد بغى يتخصص يدير رياضيات خصو يمشي لبرا، ما يمكنش يديرها في المغرب. ففي نظري هذا مشكل، وخاص بصح اننا نزيدوا جوج حوايج. اولا انه نعاودوا نفكروا في الطريقه باش كنقراو رياضيات للدارس الصغار، باش نحبوهم ليها، باش تكون عندنا هذه القاعده هذه ديال الرياضيات اللي خصها تكون عند كل واحد. وايضا نفكروا في الطريقه باش اننا نجاؤوا المواهب، نجاؤوا الناس اللي يمكن يولوا علماء كبار، الناس اللي يمكن يتخصصوا في هذا. متفقين ما متفقينش؟ متفقين. وجون بروفيت باش نشكر عثمان، حيت ساهمنا بزاف في لاسوسياسيون، ساعدنا بزاف باش نمونطيو داك الشيء، مع حتى هو داز مع التجربه ديال لي ستاج لي زولمبياد. دوكو جون بروفيت بور لو ريميرسي على الخدمه اللي دار معنا. ميز عندك شي؟ انا متفق مع عثمان، ولكن واحد القضيه واحده اخرى، بانه المغرب ما كيعطيش اهميه ماشي غير للرياضيات، وما كيعطيش الاهميه ليدوكاسيون ناسيونال ان جينيرال توت لي ماتيير. اذا لان الدراسه عندنا في المغرب واحد المستوى هابط بزاف، واتمنى شي نهار ان شاء الله شكون عاونكم في هذا، نزيدوا القدام في هذه المغامره ديال الاولمبياد. سي ان بون بوين. علاش؟ حيت ماشي بزاف ديال الناس، انا بيرسونيلمون اللي عاونوني هما اللي دازوا هذه التجربه هذه، لي زيمو اللي دازوا لي زيمو لي زون انترناسيونال اللي قبل مني. طيب هادشي علاش حنا بغينا نديروا اون نوفيل هاد لاسوسياسيون، لو بوت هو نعاون هاد الناس اللي تيدوزوا لي اولمبياد. كاين واحد شويه ديال ركوب الامواج، حتى نجحتوا جبتوا الميداليات، عاد بداو الناس كيحتضنوكم يهضروا عليكم. اكزاكتومون وي. هادي لا لوا ديال دوفيان. قبل ما هاد العام، قبل ما هاد العام كانت اوكي ميديا، قبل ما هاد العام كانت اوكي ميدياليزاسيون ديال لي اولمبياد، وحتى هاد العام بداو يتحسنوا النتائج، عاد الناس بداو. حنا والله حتى كنهضروا على البحث العلمي وعلى العلوم مره في جينيراسيون نيوز، كنحاولوا نديروا اللي علينا، وممكن حتى نتوما الا ممكن تفيدونا بلي رمارك كونستركتيف ديالكم. اخر كلمه، والا ممكن رساله باش نختموا بها هذا النقاش حول الرياضيات في المغرب. احمد امين، انا اللي كنتمنى هو ان هاد لي زولمبياد انترناسيونال نهتموا بها اكثر، كما كنشوفوا الهدف ديال امين ودلا اسوسياسيون هي نزيدوا نرفعوا من هذا الحب ديال الرياضيات. يعني il y a plusieurs gens اللي عندهم هاد لا باسيون في المات في المغرب، ولكن ما كيلقاوش الجو وما كيلقاوش اللي يدعمهم باش يكملوها. يعني خاص نهتموا اكثر، ماشي كما قال الى ماتيماتيك، يعني ليدوكاسيون اون جينيرال، ونطوروها ان شاء الله الرساله توصل. هو لو فات وسي اسمح لي وسام باسكو جانترفيان دو طون. تفضل تفضل، انت ضيف معنا بزاف نهار باسكو الموضوع مهم جدا. وبديره ديال لو فات دو كريي اون اسوسياسيون، جو بونس ك احسن حاجه بور بوفوار ميليتي دان ان سانس اي دون مانيير باسيفيste اي انتيليجانته. يا كو كوم سا كون بو اكزيستي، باش الواحد يدافع على واحد القضيه خصو يخلق واحد لاسوسياسيون اللي فيها الناس اللي يمكن لهم يزيدوا بهذا الدومين القدام. جو سوي سور اي سيغتان كوم اي بوليتيكنيسيان اي لو سورا سيغمون باسكو اي اكسيلون ماتيماتيك، مازال الناس بحال الشباب تبارك الله غادي يديروا اشياء زوينه بزاف. اي جو سوي بيرسوادي كو لي مات غراس ا سيت اسوسياسيون لا غادي سافا افونسي. كلمه ختاميه امين. ميرسي بوكو ميز، ومتفق مع احمد امين. اللي نقدر نقول هو الا كانت تعجبكم الماد وكنتي باسيوني بار هذا الماد، راه يمكننا نساعدكم. ما ارشو ديجا سيروا لا باج فيسبوك ماتي ماروك، مات اند ماروك، والسيت ديالنا ماتي ماروك.com، راه اون بو فو زيدي كونتاكتيونا، راه نساعدكم باش توصلوا لي زولمبياد. كلشي يمكن له يوصل، خصه شويه ديال الخدمه وبوكو دو باسيون. ونيزيتي با دو تو، راه سا بو كومبليتمون شونجي فوتر في. راه يقول لكم احمد امين تتشارك في هادشي هذا فريمون، حيت كل تبدلتي تحلوا لك افاقك بزاف اللي حرام تضيعهم الصراحه. ها هو السلام ديالكم، تبارك الله عليكم، برافو ليكم ولجميع الزملاء اللي شاركوا وهزوا الدرابو ديال المغرب في مجال ديال الرياضيات في هذه الاولمبياد الافريقيه والعالميه. وبالتوفيق للفريق المغربي في اولمبياد الانفورماتيك، في اولمبياد الفيزياء والكيمياء كذلك، وتبارك الله عليكم. كان معنا ميز، شكرا بزاف ميز، نشوفوك في اكبر المهرجانات ان شاء الله، الفكاهيه والافلام ان شاء الله. بارك الله، وتنشوفك في عرض ديال
ديالك باسكو اسامه بجلول فيغوريفو كو راه تيكتب دي سكتش ان شاء الله وراه يلعب في لو مراكش جوري تبارك الله عليك ميز رجع فوق ما بغيتي شكرا للطاقم التقني والفني كان في الاخراج دريس تبع شكرا للجنود الخفاء اللي كيساهموا معنا في انجاح هذا البرنامج الشبابي جينيراسيون نيوز تهلاو بزاف فراسكم وبيناتنا جينيراسيون نيوز